ماركسي من الاثنين للاربعاء من 9:30 النهار مع ريم بن شعلية. 11:31 دقيقة، نهاركم أسعد الأيام لسكل. بعد مهرجان اللهوات اللي كنا قدمناه قبيلة شوية مع ضيفنا، ومهرجان هذا موجود في رواد، نحب نحكي وزاد على شباب آخر. احنا باقي في الوعي، رانا معناتها المهرجان كان معناتها يحكي على الوعي وكان مركز على الوعي برشا، واحنا باقي زاد في اطار الوعي، باقي زاد كي نعرفوا انه في بلادنا فما حاجه اسمها التكوين المهني، واللي هي راهي مش نعاود نقولوها في كل حصه، مش باش نعيا من ان نقولها، حتى لين العقليه نوليو كي لوروب، العقليه تمشي للتكوين المهني كيما تمشي للجامعه، انه ما عادش نستعاروا من صغيرنا على خاطر ما نجحش، انه ما عادش نستعار من صغيري خاطر في فترة ما من المراهقة ضيع مثلا قرايته ولا ضيع فرصة في حياته، مش معناها رانا نبرولهم لا، ولكن إذا كان الأمور ما مشيتش السنة مش معناها باش تقعد مش ماشية، راه باش تمشي إن شاء الله. وتوا في بلادنا عندنا برشا حلول، عندنا التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي، وعندنا زاد التكوين المهني، وعندنا زاد التكوين القصير المدى اللي هو باش يكون موضوعنا اليوم مع سي مروان بن سليمان، مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني. شكرا على قبولك دعوتنا سي مروان ونورتنا بالحضور، وباش نزيدوا الحقيقه نفرحوا اكثر كي نسمعوا تفاصيل نتاع دي فورماسيون، معناها تكوين قصير المدى للناس اللي تقول لك يزي ما ضيعت نخرج نخدم، للناس اللي تقول لك فاتني الوقت. وفي هذا سي مروان نبداو نحكيوا على العمر، على الاختصاصات، على ما معنى تقصير المدى، في هذا كل باش نحكيوا معاك ان شاء الله. مرحبا مدام ريم، ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات. بالنسبة لي قصير المدى، شو معناها تكوين قصير المدى؟ شو نقصد به؟ التكوين القصير المدى، احنا التكوين المهني هو بالأساس تكوين أساسي فيه شهادات تكوين مقيسة منظرة، ومدة التكوين تتراوح من 6 أشهر بالنسبة لشهادة المهارة حتى 2.5 عام بالنسبة للمؤهل التقني السامي. هذا هي التكوين الأساسي اللي هو تكوين مقيس. فما أنواع أخرى متاع التكوين اللي قاعدين نقوم بها، اللي هي سهلة أكثر في الإنجاز، مدة التكوين فيها أقل، وتلائم احتياجات المؤسسات الاقتصادية واحتياجات الشباب متاعنا ساعات أكثر حتى من التكوين الأساسي. لهنا نحكي على التكوين قصير الأمد، سواء تكوين في تغيير الاختصاص بالنسبة اللي عنده اختصاص معين، مثلا قرأ عربية قعد برشا بطال ومن بعد ما لقاش بها وين، خل نمشي للتكوين المهني، نمشي نبدل الاختصاص نتاعي، في عوض ما نكمل في العربية مثلا نمشي نعمل اختصاص آخر اللي ينجم يخدمني. هذا هي التكوين قصير الأمد. التكوين قصير الأمد في تغيير الاختصاص. فما تكوين آخر قصير الأمد اللي يعطيك اختصاص بذاته بيان بوينتو، يمكنك في أنك تكون فافوريزي في سوق الشغل، وأنك تلقى خدمة بلو رابيدمون. دونك هذا يفترض أنه يكون التكوين تاعك الأساسي ملائم للاختصاص اللي تحب تاخذه، وأنك تكمل في الاختصاص هذا. دونك فما عدة أنواع من التكوين قصير الأمد اللي نجم نعتمدوهم، هذا الكل في إطار سياسة المرونة اللي نحاولوا نتبعوها، باش أول حاجة نقصوا من نسبة البطالة في البلاد، وثاني حاجة إن نلبيوا متطلبات سوق الشغل. وهني سمحني سي مروان، حسب ما فهمت فمش عمر. العمر هو محدد على حسب محدد بمجلة الشغل. العمر الأدنى للولوج للتكوين المهني هو 15 سنة. تحت ال 15 سنة ما نجموش نحكيه على ولوج الشباب للمؤسسات الاقتصادية والعمل. دونك نبدأ من 15 سنة وإلى ما لا نهاية. والاختصاصات اللي موجودة تويك في التكوين القصير المدى،
الاختصاصات. نجم نقول لك كل الاختصاصات مطروحة مهما يكون الاختصاص، كل الاختصاصات مطروحة، وإحنا لهنا لتلبية متطلبات سوق الشغل. إيش معناتها كل الاختصاصات مطروحة؟ معناتها وقت اللي تجي مؤسسة اقتصادية X تجي طلبت يد عاملة مختصة في القطاع القطاع معين، ما لقاتش، تعديت على مكاتب الشغل، مشيت لمنصات التوظيف الموجودة حاليا ما لقاتش، نجم تتصل بالوكالة التونسية للتكوين المهني تطلب تكوين عدد معين من الشباب في الاختصاص هذاك. هل العدد هذا باش تلتزم بتشغيله؟ دونك فما التزام كتابي بتشغيل العدد هذايا. نختاروا الشباب اللي راغبين في التكوين قصير الامد في الاختصاص هذايا، نكونوهم المده اللازمه، تنجم تكون شهر، تنجم تكون شهرين، تنجم تكون 3 أشهر انت والاختصاص. ومن بعد هالعباد هذوما باش يكونوا ديستيني باش يخدموا في المؤسسه اللي طلبت الاختصاص قصير الامد هذايا. ودايور احنا في تحليلنا للواقع الاقتصادي في البلاد، في تحليلنا لسوق الشغل، فما قطاعات اللي ساعات من فترة الى اخرى نركزوا عليها، كيما الفترة اللي فاتت كان فما تركيز على قطاع البناء بما انه كان يشهد عزوف على التكوين في قطاع البناء، توا الحمد لله فما اون سيرتان رولونس. القطاع الجاي باش يكون ان شاء الله في الجلود والاحذية اللي باش نحاول باش نبداو دورات تكوين قصيرة الأمد في القطاع هذايا، بالطبيعة مع التزام المؤسسات الاقتصادية بانتداب كل من سيتم تكوينه في المجال هذايا. هو عليها طلب سي مروان، معناتها بالنسبة للاختصاص هذا الأحذية والجلود تحسهم ديما يشكيوا أنه ماذا بيهم يكون، معناتها يكون السوق سوق تونسية 100%، ماذا بيهم يدخلوا للسوق أكثر، طالبين يد عامل أكثر باش ينجموا يسموا خير ويشتغلوا على الاختصاص هذا خير، فنتصوروا انه باش يكون من باش تكون معناها تكوين ناجح. هو اختصاص الجلود الأحذية في تونس يشهد صعوبات شوية في المستوى المحلي في السوق المحلية، بينما بالنسبة للسوق التصدير قاعد يخو في حظه وعنده نسبة مهمة في سوق التصدير للسوق الأوروبية وغيرها من الأسواق. الإشكال أنه حاليا ما فما إشكال بالنسبة للشركات الاقتصادية العاملة في المجال هذايا في أنها تلقى اليد العاملة اللازمة باش تنجم تشتغل وباش تنجم تتطور. وإحنا إحنا لهنا باش نحاولوا نلقاو الحلول للمؤسسات هذه ونحاولوا نوفروا اليد العاملة المناسبة والكافية لكل القطاعات بما فيها قطاع الجلود والأحذية. أما ديما نوفروا اليد العاملة في ظروف ممتازة ويكونوا عندهم ظروف عمل لائقة وتأجير مناسب وكل الشروط اللازمة باش يتطوروا في خدمتهم إن شاء الله. يعني تكونوا ثم تقوموا بالمتابعة، يعني بالنسبة لكم توما كوكالة تونسية للتكوين المهني نكونك ثم نتبع معك. هو الهدف من التكوين المهني مش التكوين، الهدف من التكوين المهني هو التشغيل، وهو انه الشاب ينجح في حياته العملية. دونك التكوين مرحلة من المراحل، ما نجموش نرجحوا في الرسالة متاعنا اذا كان تاقف المهمة متاعنا في التكوين. يلزم تتواصل من بعد، يلزمنا نلقاو له خدمة، يلزمنا اذا كان هو مرتاح في الخدمة متاعه نحاولوا نعاونوه، اذا كان مش مرتاح نحاولوا نلقاو له بقعة مخير، نحاولوا نحسنوا له ظروفه. التكوين المهني رسالة، رسالة ورسالة نبيلة تبدأ من قبل التسجيل في التكوين المهني وتفهم من بعد انتهاء فترة التكوين.
كنت بحذينا ضيفة بحذينا مديرة أو مديرة العلاقات الخارجية في الوكالة. عادة يسأل فيها ضيفنا البرا يسأل فيها قالها تو بربي بالحق اللي تقولوا فيه معناها ومراكز تكوين مهنية اللي في تونس لهالدرجة معناها احنا تو معناها مؤهلين احنا وشوف الجامعات بتاعنا ونقصين واختصاصات ونقصين كذا احنا التونسي رانا من من ما نصدقوش ياسر معناها الا من نزوروا ونشوفوا ونسألوا فلان وعلان. قلت انا ما قلك حتى شيء قلك اي معايا تو تو نهزك تو المركز التكوين تاع حي الخضره وشوف شوف احنا اش قاعدين نخدم واش قاعدين نعطيو لوليداتنا شوف الظروف اللي قراو فيها شوف الظروف اللي قاعدين يتكونوا فيها. فانا في هذايا نقول اليوم فما حل لاي انسان يلوج يحب يقدم. ما تقوليش انا تسكرت علي الدنيا ما لقيتش كيفاش نقدم. تحب تقدم راهو موجود. كان تحب تبدل من التعليم الجامعي للتكوين المهني كان تحب تبدل اختصاص كان تحب تضيف اختصاص كان انت كبير كان انت شاب كان انت غوتريتي اتو مومون في كل وقت تنجم تبدا كارير اخرى. شكرا لك سي مروان بن سليمان مدير عام الوكاله التونسيه للتكوين المهني. شكرا لك على حضورك وشكرا على مجهوداتكم اللي قاعدين تقدموا فيها. ان شاء الله نواكبوا معاكم ايضا العوده بالنسبه للتكوين المهني كما نواكبوا العوده المدرسيه وعوده الجامعيه. ان شاء الله نواكبوا عوده التكوين المهني موفقين ان شاء الله سي مروان. شكرا ريم وسعدت باستضافتك وماذا بينا المعلومة توصل في كل وقت للشباب التونسي. رانا احنا في أمس الحاجة ليهم وهما زادة محتاجين لنا باش يبدأوا حياتهم. شكرا لك سي مروان.